الثامنة مساء في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. انطلقت في مدينة إسطنبول التركية أعمال القمة الإسلامية الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامية حول القدس. تبحث القمة الخطوات التي سوف تتخذ على خلفية استشهاد عشرات الفلسطينيين وجرح الآلاف في اشتباكات على الحدود ما بين قطاع غزة وإسرائيل إثر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. ستبحث القمة أيضا إمكانية إحالة إسرائيل بسبب جرائمها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. قال الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت إن معاناة الشعب الفلسطيني وتجاهل قرارات مجلس الأمن بشأن القضية سيحول المنطقة إلى بؤرة للتوتر وبيئة حاضنة للعنف. إننا إذا هذه التصورات المأساوية نتوجه بالتساؤل للعالم أجمع، لماذا تستمر معاناة الشعب الفلسطيني؟ ولماذا نتجاهل ولا ننفذ قرارات مجلس الأمن التي اتخذت؟ ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حل هذه القضية؟ ولماذا يبقى الضحية قاتلا في عرف إسرائيل؟ ولماذا تتمكن إسرائيل دائما من إفلات من العقاب؟ ولماذا كل هذه الأرواح تزهق وهذه الدماء تسال أمام الصمت المطبق للضمير العالمي؟ ونقول للعالم أيضا إننا عندما نثير هذه التساؤلات فذلك لأننا ندرك أن عواقب ذلك وخيمة وستقود لبؤر للتوتر وبيئة حاضنة للعنف والتهديد وعدم الاستقرار. صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، وقد صوت لصالح القرار 29 عضوا في حين عرضه 2 وامتنع 14 عضوا عن التصويت. ينص القرار على إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة للتحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. هذا عبر مندوب مصر في مفوضيات حقوق الإنسان السفير علاء يوسف عن القلق البالغ تجاه استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين. وخلال جلسة المجلس حول القدس وغزة شدد يوسف على ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب. لقد تابعنا ببالغ القلق التطورات الأخيرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وخاصة في قطاع غزة، وما تعرض له المدنيون الفلسطينيون العزل من استهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وما سببه ذلك من سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين. إن مصر تدين بشدة استخدام القوة في مواجهة مسيرات سلمية تطالب بحقوق مشروعة وعادلة، وتعيد التأكيد على دعم مصر الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقية في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. إن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تستلزم موقفا حاسما من المجتمع والآليات الدولية المعنية لوقف معاناة هذا الشعب وضمان حقوقه وأظهار التضامن معه ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات التي تمارس بحقه، وهو ما يجعل من انعقاد هذه الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان وإصدار قرار بتشكيل وإفادة لجنة تحقيق دولية مستقلة ونزيهة أمرا ضروريا. وطالب مندوب مصر السفير علاء يوسف المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه إعلان الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح أمام العالقين الفلسطينيين. إننا لازلنا نتطلع إلى بذل كل جهد من أجل تحقيق السلام وتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الانتهاكات التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة وضمان حياة كريمة له في دولته المستقلة. وفي هذا السياق تضع مصر كافة الأطراف والآليات الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان لمواصلة العمل من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف كافة الانتهاكات بحقه. وود أن يشير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أمس فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك في إطار تخفيف الأعباء على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وختاما
تؤكد مصر مجددا انها لم ولن تدخر جهدا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والاسهام الجادي والمستمر في ايجاد حل عادل وشامل للصراع في الشرق الاوسط يتاسس على حق الدولتين وقامت الدوله الفلسطينيه وعاصمتها القدس الشرقيه على حدود 4 يونيو 1967. ونعلن عن دعمنا مشروع قرار منتظر صدوره عن هذه الجلسه. هذا وقال ممثل فلسطين في مفاوضات حقوق الانسان ابراهيم خريشه أن الاحتلال الإسرائيلي مارس أبشع الجرائم ضد الفلسطينيين في 14 مايو الماضي، مطالبا جميع الأعضاء بإدانة هذا السلوك ولتشكيل لجنة تحقيق في هذه الجريمة. يوم 14 وهو يوم نقل السفارة كان الفلسطينيون يعبروا عن احتجاجهم وغضبهم لهذا الأمر، وهناك محاولة للتزييف كما سمعت قبل قليل. المتظاهرون الذين كانوا في قطاع غزة وباقي المحافظات بما فيها القدس الشرقية هم متظاهرين مدنيين، هم ينتموا أولا وأخيرا لفلسطين، وكانوا يحملوا أعلام دولة فلسطين، ولم يستخدم أي منهم أي سلاح ناري أو أي سلاح قاتل. لذلك نريد لجنة التحقيق حتى نصل إلى هذه الحقائق. وزعت الكويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى إرسال بعثة حماية دولية إلى قطاع غزة. يدير مشروع قرار لجوء قوات الاحتلال للقوة واستخدامها الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم، ويدعو مشروع القرار إلى اتخاذ كافة الإجراءات لضمان أمن وحماية الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل مع إطلاق عملية سياسية لتزوية النزاع عبر مفاوضات تحظى بمصداقية. اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية للفلسطينيين. نجتمع اليوم وشعبنا الفلسطيني يتعرض إلى مجزرة بشعة تقوم بها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، مدعومة بالقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هذا القرار غير القانوني والمرفوض الباطل واللاغي الذي يشكل اعتداء على حقوقنا التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية، ويستبعد الإدارة الأمريكية من وساطتها في عملية السلام، إذ باتت هي نفسها جزءا من المشكلة وليس الحل. تواصل مصر فتح معبر رفح البري أمام العالقين والجرحى الفلسطينيين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم توجيه السلطات المصرية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري لتخفيف الأعباء عن الشقاء في قطاع غزة. كان مصدر طبي قال لرويترز إن الهلال الأحمر المصري أرسل 4 شاحنات كبيرة محملة ب5 أطنان و200 كيلوغرام من الأدوية والمستلزمات الطبية و49 طنا و200 كيلوغرام من المواد الغذائية، وقد تم تسليمها للمسؤولين في قطاع غزة. نتحول إلى الأزمة السورية، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعي بلاده وألمانيا للتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية. قال بوتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سوتشي أن برلين مستعدة للمشاركة في إعادة أعمار سوريا. وأكدت ميركل من جهتها دعم بلادها للاتفاق النووي الإيراني، لافتة إلى أن هذا الاتفاق ليس مثاليا لكنه أفضل من عدم وجوده على حد قولها. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن القوات الأجنبية المتواجدة في سوريا بشكل غير شرعي من وجهة نظر القانون الدولي سيكون عليها مغادرة البلاد لعدم وجود أسس قانونية لها. أضاف باسكوف أن القوات الروسية موجودة في سوريا بطلب من القيادة السورية وتملك جميع الأسس الشرعية، ولنقل ليس جميع الدول موجودة هناك بشكل قانوني. هزت انفجارات ضخمة مطار حمل عسكري وسط سوريا لم تعرف أسبابه بعد، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية رسمية. رجحت مصادر أن حريقا شب في أحد مستودعات الذخيرة في المطار ما أدى إلى حدوث 4 انفجارات متتالية، وأظهر صور بثها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تصاعد ألسنة الدخان في محيط وأطراف مدينة حماة. تعهد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون أن مرحلة من بعد الانتخابات النيابية في البلاد ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وأكد تمسك بيروت بسياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة.
عون شدد على أن الاستقرار في لبنان سيظل مستمرا على الرغم من تطورات الأحداث في المنطقة. وقال الرئيس إن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عما يجري في جواره، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود اللبنانية في هذا الاتجاه. قال مسؤول بالخارجية الأمريكية أن واشنطن تريد التوصل إلى نتيجة دبلوماسية مع إيران تعالج تهديداتها الناجمة عن برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار. لفت المسؤول إلى أن وزير الخارجية مايك بامبيو سيقدم الاثنين المقبل في أول خطاب له حول سياسته الخارجية خارطة طريق دبلوماسية بشأن إيران. أفادت وسائل الإعلام مقتل 10 أشخاص مع إصابة آخرين في حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأمريكية. وبحسب الوسائل فإن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم، لافتة إلى أن الوضع بات تحت السيطرة. في ناحية أخرى، أطلقت الشرطة الأمريكية نار على شخص في منتجع ترامب للجولف في مدينة ميامي بولاية فلوريدا. قالت شرطة ميامي أن رجال الأمن تحركوا إثر تلقي اتصال هاتفي بشأن إطلاق عائلات نارية، وأنهم أطلقوا النار على رجل هناك، لافتة إلى أن الرجل الذي لم تذكر هويته نقل إلى مستشفى محلي وأن حالته غير معروفة. غادر الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال مستشفى في بريطانيا بعد تعرضه بحسب لندن لمحاولة تسميم بغاز العصا في شهر مارس الماضي. وقالت المديرة التنفيذية للمستشفى أن سكريبال تعافى بشكل يتيح خروجه من المستشفى وأنه بات بصحة جيدة. وقد أثرت عملية التسميم أزمة دبلوماسية بين موسكو والغرب أدت إلى طرد عشرات الدبلوماسيين من كلا الطرفين. أعلنت وسائل إعلام رسمية في كوبا تحطم طائرة من طراز بوينغ 737 بعد قليل من إقلاعها من المطار الرئيسي في العاصمة هافانا خوسيه مارتي الدولي. وقد ذكر موقع كوبا ديت أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا أم لا. كانت الطائرة تحمل على متنها 104 من الركاب وكانت متجهة إلى هولغوين الكوبية. فاصل قصير بعده نعود نستكمل الأخبار، انتظرونا. أهلا بكم من جديد. عبر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عبر عن شكره للموقف المصري بفتح معبر رفح طوال شهر رمضان. أشاد النونو بالجهود المصرية الملموسة في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني سواء عبر الحراك السياسي أو المواقف القومية الداعمة للحق الفلسطيني والمنددة بجريمة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو عبر قوافل الإغاثة التي انطلقت نحو قطاع غزة بتوجيهات من الأزهر الشريف والهلال الأحمر المصري. وقال المستشار أن العلاقة مع مصر في تطور مستمر على مختلف المستويات. حدد دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجرية ب 13 جنيها كحد أدنى عن كل فرد. أوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لتكون عند مستوى 13 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مشيرا إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم. أضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوغرام من الحبوب عن كل فرد وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرا وهو القمح. مع بداية شهر رمضان الكريم استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق دون ارتفاع وسط إقبال متوسط من المواطنين. بالنسبة للأسعار يعني مرتاحة، بالنسبة كمان في الصيف بيضعف أسعار الخضار بترتاح عشان الصيف بيتعب بيخلي يعني الايه الزراعه فيها مثلا زي هدوء في ما بقاش فيها انتاج اكتر، فبيبقى في بتقف في البيع والشراء. والله الاسعار الطبيعيه اللي هي تبع قبل رمضان اللي هو مثلا كبطاطس ب 4 جنيه و5 جنيه هو يمكن الحاجه الوحيده اللي شدت الخيار،
ليه؟ طبعا هي الخيار او الفلفل. الخيار مثلا هو الوحيد النهارده اللي ب 7 جنيه، البطاطس ب 4 جنيه، الطماطم ب 4 جنيه، الجزر النهارده ب 6 جنيه، البطاطا ب 5 جنيه. اسعار عاديه، مفيش اي زيادات. يعني مثلا الخوخ ب 10 جنيه، وفي خوخ ب 8، والكنتالوب ب 5 جنيه، البرتقال ب 5 جنيه، الموز ب 8 جنيه، التفاح ب 25 جنيه المستورد، المشمش ب 10 جنيه، كل الاسعار العاديه عاديه خالص. هي هي. سنوات على تألق لاعب كرة القدم محمد صلاح وحب الناس له جعل صناع الفوانيس يضعون صورته على منتجاتهم. هذه المنتجات لاقت إقبالا واسعا على شرائها. المزيد في هذا التقرير. نظرا للنجاح الذي يحققه اللاعب المصري محمد صلاح خلال مباريات كرة القدم وحب الناس له، قام صناع فوانيس رمضان بوضع صورتي على منتجاتهم والتي لاقت إقبالا واسعا من قبل مشتريها. أعلى مش شغال السنة دي، أعلى بالنسبة محمد صلاح عملها السنة دي بالفوانيس. سنوات من التألق في الملاعب الأوروبية أصبحت كافية لإطلاق اسم نجم الكرة المصري محمد صلاح على فانوس رمضان، وجعلته ينال حب ملايين المصريين. فطبعا محمد صلاح ده رول موديل لكل المصريين دلوقتي، كل حته في مصر بتحب مو صلاح زي ما بيقولوا عليه في انجلترا، هو مثل للمصريين وللانجليز كمان. مشرفنا في كل حته، اخلاقه، مجهوده، بنى نفسه، اشتغل على نفسه. لا طبعا يا ريت كل المصريين يبقوا زي محمد صلاح. الجدير بالذكر ان اللاعب محمد صلاح أحرز 44 هدفا في 51 مباراة مع فريق ليفربول بجميع المسابقات، وفاز بلقب هداف الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. الاستعدادات النهائية تجري عشية يوم العرس الملكي للأمير البريطاني هاري والنجمة ميغان ميركل، وذلك في كنيسة سانت جورج التي تعود إلى القرن 15 والواقعة بقلعة ويندسور. كما نرى تبدأ المراسم غدا السبت، حيث تتوقع الشرطة احتشاد أكثر من 100,000 شخص في الشوارع خارج القرعة التي هي مقر سكن الملكة غرب لندن وأقدم وأكبر قلعة مأهولة في العالم. الشرطة قالت أنها سوف تتخذ إجراءات أمن مشددة لتأمين ذلك الحدث الكبير، وسوف تقابل والدة ميغان ماركل دوريا راجلوند لأول مرة ابنتها في قلعة ويندسور ومعها صهرها أيضا، حيث أيضا هناك طلبت ميغان من الأمير تشارلز ولي العهد والد الأمير هاري أن يصطحبها في الكنيسة حيث سيسلمها إلى العريس ابنه الأمير هاري وذلك غدا. جاء الإعلان بعد أن أكدت ميركل وهي تبلغ من العمر 36 عاما في بيان أن والدها لن يحضر حفل الزفاف، قائلة أنها تأمل أن تتاح لها الخصوصية المطلوبة في عدم حضوره. هناك أيضا مصادر كشفت عن الكعكة التي سوف تقدم في هذا العرس، وقيل أنها سوف تقدم بطريقة غير تقليدية وبطريقة خاصة أيضا، وتقدم كعكة العرس فيما هو يبدو تقليدا متوارثا من طبقات من الليمون وماء الزهور لحوالي 600 من الأشخاص من الضيوف في حفل الاستقبال بعد الظهر في داخل هذه القلعة التي تبدو الآن واضحة من الخارج استعدادا لمراسم العرس. يشارك في أعداد الكعكة فريق مكون من 6 أشخاص على مدى 5 أيام في مطبخ القصر الملكي قصر باكنغهام، ويستخدم في مكونات هذه الكعكة حوالي 200 ثمرة ليمون و10 من زجاجات ماء الزهور من حديقة الملكة. توجه أفراد الأسرة الملكة الآخرين إلى هذه القلعة التي تبدو الآن واضحة مباشرة في هذه المشاهد، قلعة ويندسور، توجهوا قبل حلول موعد الزفاف، ومن بينهم دوق ودوقة كامبريدج وأمير ويلز ودوقة كورنرول. وقد التقت والدة العروس بالأمير ويليام وكاثرين والأطفال أيضا في هذه القلعة يوم الخميس الماضي، وتناولت الشاي أيضا كما هو تقليدي مع الأمير تشارلز وزوجته كاميلا في قصر كلارنس هاوس في لندن يوم الأربعاء الماضي. وإذا هذه هي البروفة التي تجتذب أنظار الناس، حيث كانت هناك بروفة لموكب الزواج في ويندسور، مئات من الناس من الأطفال والآباء والأمهات وممن رغبوا في الاتجاه
ولكي ينخرطوا حتى هذه اللحظات في أجواء هذه الاحتفالية، حيث يحتشد مئات المهنئين منذ أيام وهم يرتدون العلم البريطاني في هذه القلعة، قلعة ويندسور كما هو يبدو تقليديا. هذه البروفة تمت بلا مشاكل بالرغم كما قيل من خروج بعض الأحصنة من الخط. العروسان شهد أيضا في سيارة تمر في عبر مسار هذا الموكب بصحبة الشرطة في أيضا تقليد يتبع دائما للاستعداد لهذا الزواج المهم، الزواج الملكي، كما نرى هذه القلعة التي سوف تعقد فيها المراسم غدا السبت. إذن نهاية هذه الجولة الإخبارية إليكم أهم ما جاء فيها من عناوين. انطلاق قمة منظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات أزمة القدس. مجلس حقوق الإنسان الدولي يعتمد قرارا بتشكيل وإرسال بعثة تحقيق دولية بشأن أحداث غزة. الكويت تتقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإرسال بعثة حماية دولية لغزة. شكرا لكم وإلى ملتقى.